وتنضم إلينا مراسلة الغد من بيروت ليلى خليل. ليلى، ما جديد الاحتجاجات في الميدان وأيضا جديد التحركات السياسية؟ يعني الجديد على الأرض هو الدعوات اليوم. هناك دعوة للتظاهر هنا في ساحة رياض الصلح رفضا لاستدعاءات أو توقيفات الناشطين الكبيرة التي حصلت في الأيام والأسابيع الماضية، أيضا رفضا لما يسميه المتظاهرون حكومة التكنو محاصصة، رفضا لإعطاء هذه الحكومة الثقة. عند الساعة الخامسة بدأت هذه الوقفة، وأيضا هناك منذ بعض الوقت تم التداول بدعوة جديدة عند تجمع عند المصرف المركزي في شارع الحمراء في بيروت، وتنطلق الوقفة باتجاه ساحة رياض الصلح للتجمع هنا أيضا هذا الأسبوع. من المفترض أن نشهد أيضا مسيرتين يوم السبت، ولكن التظاهر الأكبر أو الحشد الأكبر والتحرك الأكبر واللافت سيكون خلال جلسة إعطاء الحكومة الثقة بناء على بيانها الوزاري بحسب أوساط الحراك الذين تحدثنا إليهم. من المفترض يوم الغد صباحا سيعقد مجلس الوزراء جلسة لإقرار البيان الوزاري الذي تم الانتهاء منه في مطلع الأسبوع، وإذا تم إحالة البيان الوزاري أقصى حد يوم الجمعة فسيكون هناك جلسة لإقرار أو لإعطاء الحكومة الثقة يوم الثلاثاء في المجلس النيابي. يعني هذه هي مجمل التحركات الآن على الأرض سياسيا وميدانيا. ليلى خليل مراسلة الغد كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.